دعا كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العمل مع الصين لتحسين العلاقات بين البلدين. وقال يي إن واشنطن يجب أن تتبع نهجاً عقلانياً وعملياً وأن تعمل مع الصين في الاتجاه نفسه. وقالت الخارجية الصينية إن خلال لقاء الرجلين في جاكرتا على هامش مناقشات رابطة دول جنوب شرق آسيا سيان، عرض يي موقف الصين الحازم تجاه مسألة تايوان وحث الولايات المتحدة على تجنب كل تدخل في الشؤون الداخلية الصينية.